سلمى، يعني ايه قائد متطوعين؟ هتعملوا ايه في المعرض يا سلمى؟ هو احنا بنظامنا في المعرض كله ان احنا بنرشد الناس من اول ما بيخش البوابات من جوه لغايه واحنا في الصالات، بيبقى في انفورميشن ديسك بيبقى عليهم متطوعين، في جوه الصالات برضو بيبقى فيهم متطوعين. بس بسبب الكورونا عملنا برضو اتجاه تاني للتطوع، بمعنى ان احنا خلينا الزائر لما بيخش تمام، اول حاجه بنعمل المتطوع بيعمل سكان للكيو ار كود وبيقيس له الحراره تمام. لو الحراره ساعتها كانت بتبقى عاليه يعني السنه اللي فاتت كنا بنضطر نوديه عند حد من وزاره الصحه هم يتعاملوا معاه. بس بعد كده اول ما بيخش من جوه هو بيلاقي متطوعين في كل الاماكن من اول الساحات لغايه جوه في القاعات جوه، بيرشدوا الناس في اي دار نشر هو عايزها. لو عايز كتاب بنعمل سيرش عنده وبنوصله الكتاب والدار النشر بالظبط هي فين. يا حلاوه، ده مزيكا بالنسبه لي. احنا على ايامنا يعني كان عايز تروح المعرض فانت بتاخد بعضك وبتروح المعرض وبعدين بقى تمشي تلف يعني. صح بقى. خش بقى على ارض المعارض زمان بتاع مدينه نصر، تقعد تلف وتخش بقى هنا القاعه دي وتخش القاعه دي وتخش القاعه دي وندور على دور حدوته. يعني كان بيبقى في يوم بندور، اليوم الثاني نروح نشتري. بسبب التكنولوجيا وبسبب التطورات اللي حصلت وبسبب ان احنا نقلنا مثلا من مدينه نصر، نقلنا للتجمع، في الموضوع بقى منظم اكتر بالنسبه لدور النشر وبالنسبه لكل الحاجات دي. حتى يعني حتى احنا كمتطوعين بكل سنه يعني بنبقى يعني بننظم اكتر، بنحب العمل اللي احنا بنعمله اكتر. اكيد اكيد طبعا. انا ما قلتش ان انا كده عمليا اكبر من سنه، ما بقى ب 25، هنا 25 سنه وهنا 19 سنه.